الرئيس السيسي وفوندرلاين يتفقان على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين، ويطلع من وزير القوات المسلحة الفرنسية على نتائج زيارته الإقليمية لخفض التصعيد. مئات الشهداء والمصابين في مجزرتين للاحتلال بمدرستي الفخورة وتل الزعتر بمخيم جبلية، ومصر تعتبر الجريمة إهانة متعمدة للأمم المتحدة تقتضي المحاسبة. وفي انتهاك جديد للقانون الإنساني الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلي قسرا المئات من المرضى والنازحين والأطباء من مستشفى الشفاء في غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع السيد الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد، اتصالا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر على المسارين السياسي والإنساني لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، ومستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. من جانبها عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد. كما شدد السيد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير. وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة
وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري الأحد جولة إلى عواصم عدد من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، وذلك بهدف دفع مسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع. وأوضحت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أدانت مصر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروعة لمدرسة الفخورة التابعة لوكالة الأونروا. واعتبرت مصر قصف مدرسة الفخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين جريمة حرب أخرى تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية. وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإنفاذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد ارتكبت اليوم مجزرتين جديدتين في مدرستي الفخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة، أدتا إلى استشهاد وإصابة مئات الأطفال والنساء. هذا وأوضحت مصادر طبية أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في مدرسة الفخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وفي مدرسة تل الزعتر اللتين تأويان آلاف النازحين شمال قطاع غزة. وكانت مدرسة الفخورة قد تعرضت في الرابع من الشهر الحالي إلى قصف مباشر من طائرات الاحتلال أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 54 آخرين بجروح.
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5000 للأطفال و3300 من النساء. أشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أن عدد المفقودين جراء العدوان بلغ أكثر من 3750 شخصا، منهم 1800 طفل تحت الأنقاض، كما لفت إلى استشهاد 200 من الكوادر الطبية، فضلا عن 22 من رجال الدفاع المدني و51 من الصحفيين. إلى ذلك أفادت رويترز نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 32 فلسطينيا على الأقل جراء قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي على مبان سكنية في جنوب قطاع غزة. أجلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا مئات الأشخاص من المرضى والنازحين والطواقم الطبية من مستشفى الشفاء بعد إصداره أمرا بإخلاء المستشفى الذي تحاصره دباباته منذ عدة أيام. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة في غزة أن 120 جريحا لا يزالون في المستشفى، من بينهم الأطفال الخدج، بالإضافة إلى عدد قليل من أفراد الطاقم الطبية. أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة توقف 26 مستشفى من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة عن تقديم الخدمة الطبية، مطالبة الأمم المتحدة بالعمل على نقل مرضى مستشفى الشفاء في غزة إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج. وفي مؤتمر صحفي أشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى خطورة أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل غياب الأدوية والمستلزمات الطبية. إننا نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح بنقل الأطفال الخدج والمرضى المتبقيين في مستشفى الشفاء إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية أو مستشفيات جمهورية مصر العربية ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم وبين أبناء شعبهم وأشقائهم، ونحمل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وهنا نتساءل، هل منع دخول الأدوية وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج وحرمان الأطفال الخدج من الأكسجين وحرمان الأمهات من حقهم في الولادة الآمنة وحرمان مرضى السرطان من حقهم في تلقي أدويتهم وعلاجهم وحرمان مرضى غسيل الكلى من حقهم في تنقية السموم من أجسادهم، هل كل هذا هو ضمن حق ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟ إنه عدوان سافر وجريمة نكراء وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته. تتزايد معاناة أهالي قطاع غزة مع توصل القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر منذ 7 من أكتوبر الماضي، فيما يعاني المواطنون من نقص الغذاء والماء وعدم توافر الوقود والكهرباء. أثر علينا لا مية ولا كهرب ونوم على البلاط وولادنا عيانين، ايش بدك تقولك اكثر من هيك؟ وتعبانين وشقيانين ومنقول حسبي الله ونعم الوكيل. صار انه كل الحياه وقفت، المجاري صارت تطوف على الناس، ما فيش وقود، النفايات ملت الدنيا، المخابز وقفت، الحياه كلها يعني انشلت، يعني بتقدر تقول فيش من حياه الا 15% من الحياه. لما تلاقي واحد بيعمل عمار رز يسوي على الحطب، يعني بتلاقي واحد مدبر حاله عنده غاز قديم جايب غاز عتيق، يعني الحياه من دون وقود بتسوى شيء. ان شاء الله كارثه انسانيه. كل سبل الحياه انتهت، لا نت ولا اتصالات ولا جوالات ولا ارسال، ولا قادرين نفتح الجوال، ولا كهرب ولا مي حلوه ولا مالح. كل المحتويات هذه مقطوعه علينا من يوم الحرب، يعني هذا 2023 اللي احنا بنعيشه أسوأ حياه، لكن ربنا معنا والحمد لله وربنا ينصرنا. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة يعد وجها بشعا آخرا من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين ومقاومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة. أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إخلاء المجمع يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في التعامل مع الوجود الفلسطيني في مدينة غزة
وشمال القطاع، بما يعمق من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها القطاع ويزيد من الضغط الواقعي على المستشفيات في جنوب قطاع غزة. مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد منطقة الشرق الأوسط منعطفا خطيرا في قضيته المركزية الأولى، بما قد يتسبب في توسيع نطاق الصراع حال استمرار الأمور على ما هي عليه دون تحقيق فعلي لحل الدولتين. الواقع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشير بدرجة أكبر إلى تفاقم الأوضاع بسبب العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد عشرات الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي على عدد من الشقق السكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وقت يضع فيه الاحتلال المدنيين الفلسطينيين ومرافقهم المدنية ضمن أولويات أهدافه، واصلت مقاتلات الاحتلال شن غارات كثيفة على محيط المستشفى الإندونيسي شمالي غزة بالتزامن مع قصف مخيم جباليا، مما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين. وفي شرقي القطاع واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي العنيف على أنحاء المنطقة، فضلا عن استهداف عدة منازل في رفح جنوبي غزة. ومن غزة إلى الضفة الغربية، أعلنت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس وسط الضفة الغربية. وفي غضون ذلك تتواصل الاشتباكات في مناطق مختلفة من شمال ووسط قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، الذي يتكبد خسائر كبيرة في الجنود والضباط والعتاد، مع إعلان الفصائل عن تدمير أكثر من 62 آلية تابعة لجيش الاحتلال وتنفيذ عمليات نوعية تصعب على السلطات الإسرائيلية المرتبكة تحقيق أهدافها في قطاع غزة. ورئيس الوزراء يتفقد قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لقطاع غزة، ويؤكد أن ثلثي المساعدات الإنسانية من مصر. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة التي تنطلق من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتنطلق قافلة الشاحنات تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، وتتضمن القافلة 199 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والمعلبات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الظروف الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة تعد محفزا لكل شعب لمصر للانطلاق بأقصى قدرة لمساعدة الأشقاء في القطاع. وقال مدبولي أن القافلة التي يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة تضم 199 شاحنة تحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. انطلاق القافلة اللي بيديرها وينظمها صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، واللي هي بتتكون من 199 تريلا وبتحمل أكتر من 2500 طن من المساعدات لأهالينا في غزة. والحقيقة طبعا يعني الظرف الإنساني الرهيب اللي فيه أهالينا في غزة النهاردة، الحقيقة يعني كان محفز لكل شعب مصر ولكل المؤسسات المصرية علشان يعني تنطلق بأقصى قدرتها لمساعدة أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن لقطاع غزة كان مصدرها مصر. أضاف مدبولي أن كل شعوب العالم مجتمعة شكلت الثلث الآخر من المساعدات، وهو رد فعل تلقائي من الدولة المصرية بكل مؤسساتها والشعب المصري. أنا عايز أقول النهاردة، وده يمكن نقطة مهمة بنسجلها، إن أكتر من تلتين المساعدات اللي وصلت حتى الآن لقطاع غزة طلعت من مصر أو مصدرها مصر، وكل شعوب العالم المجتمعة تقريباً التلت الآخر. إحنا دي مش أي شيء، ولا إن إحنا بنفاخر بهذا الموضوع، ولكن ده رد فعل تلقائي من الدولة المصرية بكل مؤسساتها ومن شعب مصر نفسه. وحول الدور المصري تجاه الأشقاء بقطاع غزة، أكد مدبولي أن مصر ودورها الكبير والمحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تلك الأزمة العالمية واضح تماما. وأضاف مدبولي أن العالم كله يقدر هذا الدور الكبير الذي تلعبه مصر في هذا الشأن. مصر ودورها الكبير والمحوري بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة واضح تماما، والعالم كله بيقدر هذا الدور الكبير جدا اللي مصر بتلعبه النهاردة في هذا الشأن. وإن شاء الله بإذن الله إحنا لن نتأخر أبدا، وحتستمر هذه المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهالينا الحقيقة في قطاع غزة. ده بالإضافة إلى إن إحنا النهاردة الحمد لله برضو بنستقبل بصورة منتظمة الجرحى واللي بيحتاجوا لأي تدخلات طبية النهاردة بقدر الإمكان طبقا للظروف وما ما تسمح به بأن هم يدخلوا، وبنحاول بقدر الإمكان أن احنا أيضا ندخل كل المستلزمات الطبية اللي هم عايزينها. الموضوع الحقيقة طبعا على قدر عظم المشكلة والتحدي، على قدر أيضا وقوف مصر فيه، والدولة المصرية قيادة وحكومة وشعب الحقيقة كلها بتقف مع أهالينا في قطاع غزة. وأعتقد مرة أخرى يعني التحدي الكبير اللي موجود النهاردة. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عن امتنانها الشديد للرئيس السيسي لدعوتها للقدوم إلى مصر ومشاهدة عملية المساعدات الإنسانية في العريش ومعبر رفح الحدودية. هذا وتفقدت رئيسة المفوضية الأوروبية معبر رفح، وكانت أرسولا فون دير لاين قد عقدت مؤتمرا صحفيا من أمام معبر رفح، أشادت فيه بدور مصر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي لها في العريش، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بالتعاون للجانب المصري في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما أكدت أرسولا فون دير لاين على أن مصر تقوم بدور مهم في إرسال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه لا بد من زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، وأعربت عن شكرها لمصر على استقبالها الجرحى الفلسطينيين. وأيضا على توفير المعدات الطبية. غادرت الطائرة الإغاثية السعودية 11 مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة. وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشمل مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 35 طنا، وذلك تمهيدا لنقلها إلى الأشقاء داخل قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك الآن.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بينما أنا أتحدث إليكم الآن مر بالفعل من جانبي عدد كبير من الشاحنات، وأنا الآن متواجد داخل مدينة العريش على مقربة من صالة الصالة المغطاة التي يتم وضع فيها الشاحنات المختلفة، المساعدات المختلفة. عدد كبير من الشاحنات يمر بالفعل الآن متجها إلى هذه الصالة، ثم بعد ذلك سيتحرك إلى معبر رفح المصري، ذلك بالطبع لدخول هذه الشاحنات. قد دخل بالفعل عدد كبير منها عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى الجانب الفلسطيني، ولكن لا يوجد معلومات عن تسلم الجانب الفلسطيني عن هذه الشاحنات أم لا حتى الآن، نظرا لعرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات. أما بالنسبة للوقود الذي دخل مع هذه الشاحنات، والذي وصل حتى الآن إلى 4 شاحنات من الوقود ما يقرب من 300,000 لتر سولار دخلوا بالفعل، قالت الأونروا وقالت قوات الاحتلال أنه سيتم استخدامهم للشاحنات المتكدسة بالفعل داخل الجانب الفلسطيني ليتم توزيع هذه المساعدات. ايضا اليوم في مطار العريش الدولي بجانب الطائرات، مثل الطائرة السعودية وايضا طائرة من الامارات وطائرة من الولايات المتحدة الامريكية، وصلوا بالفعل بالمساعدات المختلفة الى مطار العريش الدولي. ايضا وصلت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا، والتي تحدثت عن اهمية الدور المصري في نقل هذه المساعدات، وايضا توجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لما تيسره من اساليب مختلفة لدخول هذه المساعدات، اما عن طريق مطار العريش الدولي او حتى المساعدات الارضية والشاحنات المختلفة واماكن التخزين ايضا داخل مدينه العريش اللي يتم نقلها بعد ذلك عبر بوابه معبر رفح. ولكن ايضا اورسولا يعني جاءت معها طائره اخرى محمله بالمساعدات من المفوضيه الاوروبيه، ولكنها كانت مساعدات ايوائيه، هي يعني مثلا اشياء بلاستيكيه لنقل المياه، اشياء بلاستيكيه معيشيه، ايضا بعض الخيام لايواء النازحين، وقليل من المستلزمات الطبيه. هذا كان خلال يعني مؤتمر صحفي اقامته اورسولا في مطار العريش الدولي، وألقت فيه بيان عن المساعدات المختلفة وأهمية دخول هذه المساعدات. أيضا بالإضافة لذلك خروج عدد من المزدوجة الجنسية الذي تخطى 400 من المزدوجة الجنسية اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية ودخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية، يأتي معهم جزء من المصابين الذين دخلوا أيضا مع وجود سيارات الإسعاف المتوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية في إذن دخول لهم لنقل الأشقاء في فلسطين. ولكن الذي يعرقل خروج المصابين من فلسطين أو من قطاع غزة هي قوات الاحتلال بسبب أنها تقصف سيارات الإسعاف أو حتى تقصف المستشفيات، مما يعرقل وصول هذه السيارات إلى سيارات الإسعاف المصرية ليتم نقل المصابين من الأشقاء إلى المستشفيات المصرية. نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية، شكرا جزيلا لك. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي أهمية ملف الاستثمار في مصر وتصدره اهتمامات جولتها الخارجية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وخلال زيارتها جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء أبناء الجالية المصرية ضمن جولتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشارت سهى جندي إلى أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستوري والوطني في إبداء الرأي، موضحة أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين في الخارج في الجمهورية الجديدة. نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة جبين الكوم لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية وهيئة مكتب الحزب بمحافظة المنوفية والمراكز، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من الأهالي الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وعودة إلى المجزرتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال في مدرستين تابعتين للأونروا بمخيم جبليا. ينضم إلينا معنا عبر الهاتف من قطاع غزة دكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الأونروا. تحياتي لك دكتور عدنان. مئات الشهداء والمصابين في مجزرتين جديدتين للاحتلال استهدفت مدرستين تابعتين للأونروا. ما الذي يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة للرد على استهداف مؤسستها في هذا الصدد؟ نعم، لا يمكن أن يكون استهداف المدارس التي ترفع أعلام الأمم المتحدة وهي مصنفة حسب القانون الدولي بأن تكون محمية كمنشآت ومحمية أيضا كأفراد في داخل هذه المدارس أن تكون أهدافا بهذه السهولة. يعني الصور التي خرجت من هناك وهذه المشاهد الدموية هي مشاهد غير مسبوقة، رغم أن هذه المدرسة مدرسة الفاخورة تعرضت مرتين قبل ذلك لعمليات قصف في حروب سابقة وقتل للأسف الشديد في حينه أيضا عشرات الفلسطينيين. ولكن ما يحدث لا يمكن على الإطلاق أن يتم تقبله ولا يمكن أن يكون أمرا عاديا، يعني أن تمر الأمور هكذا لا يمكن على الإطلاق. دكتور عدنان، ونحن نتحدث إليك الآن، هناك قصف عنيف على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الآن، وما يحدث الآن في قطاع غزة ومن مجازر كثيرة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من وجهة نظرك كمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كيف يمكن للمنظمات الدولية كبح جماح هذا العدوان الغاشم على كل شيء تقريبا في قطاع غزة؟ يعني بصراحة الأمم المتحدة أو أحدى منظماتها وهي الأونروا والمنظمة الأكبر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالذات هنا في قطاع غزة تتحرك باتجاهات إعلامية واتجاهات سياسية مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة. نحن على اتصال أيضا بالإدارة الأمريكية بوزير الخارجية الأمريكي بلينكن بالاتحاد الأوروبي بدول إقليمية كبرى مثل مصر وأيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية، نتحرك في كافة الاتجاهات لأن ما يحدث لا يمكن له أن يستمر بهذه الطريقة. ما يحدث الآن أن المدنيين الفلسطينيين هم من يدفعون الثمن، النساء والأطفال والشيوخ من يدفعون أكبر الأثمان لما يحدث من هذه الحرب المجنونة وهذا القصف الخطير الذي أصبح يدمر كل شيء ويحصد المئات من الأرواح إما قتلى أو جرحى بصورة يومية. لكن دكتور عدنان، هل هناك أي تحرك حدث اليوم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أجل التصدي أو من أجل الحديث عن ما جرى اليوم من مجزرتين وحشيتين من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة الفخورة وتل الزعتر أيضا؟ نعم، اليوم مفوض العام الأونروا أصدر بيانا حول هذا الموضوع وقال بأن هذه المشاهد المروعة التي لا يمكن على الإطلاق أن تصبح مشاهد عاديا وهذا القتل المخيف والغير معقول، ودعا أيضا إلى وقف إطلاق نار وإلى هدنة إنسانية بصورة عاجلة لأن الأوضاع بصراحة أصبحت خارج السيطرة، ما يحدث على الأرض خارج السيطرة. قطاع غزة وبالذات هذا المخيم، مخيم جباليا، حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في أقل من كيلومتر مربع. أي لو ألقيت حجرا على هذا المخيم سيقتل ويجرح فما بالك بالطائرات والدبابات والمدفعية. الوضع خطير ومرشح لتصعيد أخطر ومن يدفع الثمن هم المدنيون. هناك أيضا تصريحات وتحركات من قبل الأمين العام الأمم المتحدة من قبل أطراف دولية، ولكن نتحدث بصراحة يعني قوة الأمم المتحدة يعني تاريخيا هي قوة محدودة في موضوع الصراع العربي الفلسطيني وصراع هذا النزاع. أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف مباشرة دكتور عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، شكرا جزيلا لك.
لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية بمحافظة الفيوم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع مؤتمر بمحافظة الإسكندرية. وتم خلال المؤتمر استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الفيوم. في إطار دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المؤتمر الخامس بمحافظة الفيوم بالتزامن مع محافظة الأسكندرية، مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية. الفيوم النهاردة بتدي رسالة للسيد الرئيس السيسي، احنا وراك في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر، وبإذن الله هتعدي بينا زي ما عديت بينا قبل كده. حاجة كده محترمة وحاجة بتلين بينا مصر، وكل تدعيمنا للست والتحالف الوطني ست الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بيدينا استقرار لبلدنا. والحمد لله أنا شايف كل مدى احنا الحمد لله خطواتنا بتزيد ونجاح البلد بيزيد. اللي حصل النهاردة هو تأكيد لدرجة الوعي لدى الشعب المصري عامة وفي الفيوم خاصة لدعم السيد الرئيس، وهي توعية نابعة من القلب. المؤتمر شهد حضور العديد من آلاف المواطنين وعدد من قادة الرأي بالمحافظة، وتم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل المحافظة، وكذلك حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة. في حالة اصطفاف غير طبيعية، في رغبة جامحة لدى جموع المواطنين في ان هم يخرجوا لصناديق الانتخابات. انت شايف الاعداد دي، بص بره الاعداد قد ايه ضعف اللي موجود هنا، مفيش اماكن يعني، ولسه في ناس تاني جايه، لسه بيكلمونا اتوبيسات وعربيات جايه، يعني عارف احنا ما كناش متخيلين ما شاء الله الاقبال ده. الحمد لله في تأييد واسع لسياده الرئيس، وكل الناس فهمت الوضع وكل الناس بتأييد الرئيس في قراراته. انجازات ومشروعات تمت على كافه الاصعده وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القوميه بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك على مدار 10 سنوات مضت كانت دافعا قويا لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة. نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا في محافظة أسيوط. يأتي المؤتمر في إطار دعم حزب حماة الوطن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة. كل مواطن ان هو يؤدي دوره الوطني والواجب الوطني، وانه يشارك بايجابيه في الانتخابات الرئاسيه القادمه، ويدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لكتير جدا من الاسباب، سواء كانت اسباب داخليه او اسباب خارجيه. على مستوى الداخل يمكن انا ذكرت ان هناك العديد من الانجازات والمشروعات الاستراتيجيه والقوميه الكبرى التي تحققت على ارض الواقع منذ ان تولى المسؤوليه في عام 2014. نجد انجازات في مجال الصحه وفي مجال التعليم وفي مجال الصناعة وفي مجال الزراعة، كتير جدا طبعا من المجالات. يمكن لو قلت على سبيل المثال وليس الحصر، في المجال الصحة يكفي ان هو انقذ ملايين المصريين من فيروس سي، القضاء على فيروس سي واحد المبادرات الرئاسية المهمة جدا جدا اللي تم من خلال هذه المبادرات القضاء على فيروس سي وتدعيم وكفالة الحق فيه. في الصعيد وخاصة محافظة أسيوط والصعيد تم ان احنا لمسنا فعلا ان احنا كنا الاول في الزمن الاول في الدولة الحديثة، بدايتها كنا مهمشين لدرجة عالية جدا في الصعيد، اصبحت الان الصعيد يتمتع بطرق جميلة، كباري، ربط الشرق بالغرب، طرق سريعة، بنية تحتية، حياة كريمة، مدن جديدة، مدن من الجيل الرابع. فاحنا في الصعيد مصر
فعلا المواطن الصعيدي حس ان في اهتمام من القيادة السياسية، وهذا هو اول مرة في التاريخ الحديث يكون في اهتمام للقيادة السياسية بالصعيد مصر. نازلين بنقول له كمل مشوارك، احنا معاك، احنا في ظهرك. الرئيس السيسي اللي بدأ وتولى حكم مصر في فترة عصيبة بعد ثورة صعبة وبعد سنة عاشت فيها مصر أصعب فترات حياتها من الإرهاب، جايين بنقول له كمل الجمهورية الجديدة اللي بدأتها، كمل 100 مليون صحة، كمل حياة كريمة اللي فعلا حسست الإنسان المصري الفلاح البسيط في القرى والنجوع بالكرامة وبالحياة الآدمية الكريمة، كمل نظرتك للصعيد، كمل مشروعاتك الكبرى. احنا بنقول له يعني لكل العالم ان اصلح حد في الوقت الحالي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو يكون رئيس لمصر من كل النواحي. بالنسبة للناحية الاستراتيجية احنا بنقول كجيش مصر، كرجل حرب، كرجل سلام، طبعا لا يصلح لهذه الفترة إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا في فترة غزة ودعم غزة ومساندة أهل غزة. احنا شفنا الإنجازات بعيننا وشفنا اللي اتعمل في الفترة بتاعته، ما شفناش طول من سنة 52 للنهاردة إنجازات بالسرعة دي، برغم إن الحياة صعبة لكن الإنجازات شغالة في كل بقعة في الدولة. والله احنا جايين ندعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستقرار والأمان وحياة كريمة. احنا عندنا القرية ما كانش حد يعرف عنها حاجة، حاليا فيها غاز وصرف صحي وشغال الصرف الصحي والغاز اللي اشتغل قريب. انا مبسوط جدا جدا بجميع الانجازات، من ضمن الانجازات القطق الكباري والطرق والمحاور نفعتنا جدا جدا. المشاريع دي المفروض كانت اتعملت من ازيد من 30 سنة، لان احنا اتاخرنا كتير جدا جدا. الطرق كانت متهالكه، الكباري متهالكه، كل المشاريع كانت متهالكه. المشاريع دي المفروض كانت اتعملت من 30 سنة، اتعملت الحمد لله في وقت قياسي وإنجاز كبير جدا جدا. يواصل المرشح الرئاسي فريد زهران عقد مؤتمراته الانتخابية في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا ويشمل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرا واحتياجا، كما تتمحور مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة من المنح والهبات إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لمن لا تشملهم المزايا الاجتماعية. أكد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن برنامجه الانتخابي يعتمد على 4 محاور هي الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل. أوضح يمامة أن جميع تلك المحاور تم وضعها من قبل متخصصين كل في مجاله، كما طالب المرشح الرئاسي عبد السند يمامة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات. أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري والمنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر أن الحزب يعمل بكل طاقاته من أجل دعم المرشح حازم عمر في جميع المحافظات. كما شدد أبو هميلة على أن جميع قيادات الحزب سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات تعمل من أجل الحشد للعمليات الانتخابية. وكان المؤتمر الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر قد استعرض البرنامج الانتخابي بجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام ورشتي عمل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
إسهاما من وزارة الداخلية في دعم آليات السلم والأمن الأفريقي، نظمت الوزارة بالتنسيق مع منظمة الاتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا ورشة عمل حول مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا ورشة عمل حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الأفريقية الجاهزة بإقليم شمال أفريقيا، والتي تعقد سنوياً، وذلك بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. نحن اليوم هنا في المركز المصري في إطار تنفيذ حلقة دراسية حول مكافحة الإرهاب. هناك تعاون مشترك وتنسيق جيد منذ فترة مع المركز منذ اعتماده، يعني كمركز تدريب وامتياز على مستوى الاتحاد الأفريقي. موضوع مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف مواضيع من الأشياء التي تهدد في السلم والأمن في القارة. التعامل مع المواضيع هذه بالإثراء والنقاش وتبادل الخبرات أكيد أمر مهم تستفيد منه كل الدول. فائدة هذه الدورة هو اكتساب الخبرات، التشاور بين يعني الأفراد في هذا المجال، وممكن الوصول إلى وضع بعض النقاط أو المفاهيم أو تحديدها في مجال اختصاص نشر السلام ودعم السلام في إفريقيا. ممثلو الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركون في ورشتي العمل أثنوا على إمكانات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في دعم السلم الأفريقي ودوره في رفع القدرات التدريبية للكوادر المشاركة في هذه المهام، سواء مدنية أو شرطية أو عسكرية. هذه أكثر من مرة نحن ندير دورة في هذه الأكاديمية من أجل أن نحن وجدنا فيها نتائج إيجابية لقدرة شمال أفريقيا وللاتحاد الأفريقي. المحاضرين عبارة عن قامات الأمانة لها خبرة جيدة، دكاترة، ضباط في جهات مختلفة في الدولة المصرية لهم علاقة بالموضوع، شيء في تبادل الخبرات وفي إضافة بإذن الله يا رب. ومنذ اعتماد إقليم قدرة شمال إفريقيا للمركز وتتوالى الدورات وورش العمل التدريبية التي تعقد به، مستغلة إمكاناته التقنية واللوجستية لضمان مشاركات إفريقية أكثر فاعلية في منظومة السلام الدولية والإقليمية. Want to extend my appreciation to the Egyptian Peace Operations Training Center for having extended an invitation to us to be part of this very important activity, which is interrogating, combating terrorism. Cet atelier est d'une très grande importance pour que la force africaine en entente, qui serait un instrument assez important pour les opérations de soutien de la paix. على هامش ورشتي العمل تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمنشآت وكيانات أكاديمية الشرطة، وتعرفوا على دورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة المطبقة لإعداد هذه الكوادر وفقا لأحدث نظم الإعداد والتدريب العالمية. Of course the knowledge that we have gained from Egypt, the good lessons learned and the marvelous infrastructure Egypt has really invested, it is commendable. This has been very important and you can see it is very useful, and the agenda that is putting forward is very new, informative, and we exchange a number of issues that some are not traditional. And this is from sort of a 25-year career of wandering around and looking at different training facilities in the UK, in Western Europe, and throughout the Middle East. And this is truly an impressive facility. Using this facility has been fantastic. The hosting has been wonderful. The actual infrastructure here is truly world-class. And it's been very, very helpful to have it here and the support from the Egyptian police services. When we got here, it has been an amazing experience. From the time we got to the airport, it's absolutely an amazing establishment which Africa should benefit from. هكذا فإن مصر تضع إمكاناتها التدريبية الأمنية لخدمة الدول الشقيقة والصديقة لدعم قدراتها الأمنية، وكذا إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف من إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام.
إمكانات تدريبية كبيرة يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يشهد فعاليات تدريبية إقليمية ودولية للاستفادة من إمكاناته اللوجستية الكبيرة التي يتمتع بها في دعم السلم والأمن ليس على المستوى الإفريقي فقط بل على المستوى الأممي والدولي. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. شاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في جولة السادسة مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما دينا وفاطمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تفقده العديد من المصانع بمدينتي العاشر من رمضان والعبور يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص. الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي داخلة هي تعي تماماً هي بتحط استثماراتها فين، واللي حضراتكم شفناه النهاردة يا إما استثمارات جديدة خالص زي المصنعين اللي تفقدناهم في بداية الجولة في العاشر اللي هم مصنع هاير الصيني ومصنع بيكو التركي، ودول على فكرة من المشروعات اللي خدت رخصة ذهبية وفي خلال أقل من 6 شهور حضراتكم شفتوا المصنع طلع وبيتكلموا على بدء الإنتاج في شهر فبراير ومارس الجاي، يعني في أقل من سنة المصنع هيكون بيشتغل وبينتج وبيصدر. وبيتكلموا الاتنين على حاجة مهمة جدا، هو مش واخد مصر علشان يعمل مصنع لمصر، ده بيعمل مركز إقليمي لمنتجاته تخدم على الشرق الأوسط وأفريقيا كلها، وده ما كانش ممكن يتحقق إلا إذا كانت الدولة مركزة معاهم، بتذلل لهم الصعوبات، بتطلع رخصة. بتابع على مستوى أسبوعي مع السادة الوزراء ورؤساء هيئة الاستثمار والجهات موقف تنفيذهم على الأرض، وهم ده اللي بيقولوه، بيقولوا لولا اللي احنا خدناه من دعم من الدولة المصرية مش ممكن ان احنا كنا نخلص بالسرعة دي، وبقينا بنتكلم معاهم على منتجات جديدة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، وخلال افتتاح مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية أكد مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة وبخاصة الصناعات الدوائية الحديثة. وخلال جولته بمدينة العبور تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع الشركة الألمانية اللبنانية لصناعة الدهانات، واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول منتجات المصنع حيث بلغ إجمالي استثمارات المصنع 2.5 مليار جنيه. وفي مستهل جولته بالعاشر من رمضان تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجمع هاير الصناعي الصيني الصديق للبيئة بتكلفة استثمارية تقدر ب 135 مليون دولار. تطلق وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول من المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد غدا بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. يتضمن التقرير تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعدد الأطراف لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط منتعشة من أدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأمريكية على بعض شاحن النفط الروسي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل نحو 4.1% إلى 68.1 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.1% إلى 75.89 دولار، وصعدت أسعار
المازوت عالميا بنسبة 1.17% لتصل إلى 2.7 دولار للتر، في مقابل تراجعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.33% لتسجل 2.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت المنصة الإعلامية يور أكتيف المتخصصة في الشؤون الأوروبية أن المفوضية الأوروبية قدمت سلسلة من التدابير لتيسير توظيف الرعاية من خارج البلاد والاتحاد الأوروبي في الشركات الأوروبية من أجل تعزيز طرق الهجرة القانونية ومساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع المهارات ونفس اليد العاملة. ووفقا للمفوضية فإن هذا الاقتراح يتماشى مع جهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات المرتبطة بالاعتراف بمؤهلات مواطني الدول الثلاثة والتي غالبا ما تشكل عائقا أمام الهجرة القانونية. انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكم فاطمة ودينا. شكرا نشرو على هذه الوقفة الاقتصادية. ونهاية نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفق مع فون دير لاين على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين، ويطلع من وزير القوات المسلحة الفرنسية على نتائج زيارته الإقليمية لخفض التصعيد. مئات الشهداء والمصابين في مجزرتين للاحتلال بمدرستي الفخورة وتل الزعتر بمخيم جباليا. ومصر تعتبر الجريمة إهانة متعمدة للأمم المتحدة تقتضي المحاسبة. في انتهاك جديد للقانون الإنساني الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلي قسرا المئات من المرضى والنازحين والأطباء من مستشفى الشفاء في غزة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.